السلام عليكم. بيبي بيبي او كان ولا نظرة توصل الشوق. ولو رأى الولي أن يقتل ثلث الشعب. هل يجوز للمرأة مشاهدة المباريات في شاشة التلفزيون تشوف فخوذ اللاعبين؟ يظل وجود مشايخ متلون بالبلاط السعودي وفتاوي جاهزة يمكن إعادة تفصيلها بحسب الطلب وبما يتلائم مع رغبات واشنطن. ظهر بالفترة الماضية أشياء كتير غريبة بالسعودية وبأوامر ملكية صارمة تحول فجأة فيها الحرام إلى حلال، والمحظور أصبح مباح، واللي كان يوصف إنه من أقبح الشرور صار بيوم وليلة من الأمور الضرورية اللي بتجلب الخير للمملكة. طبعا هذا المنعطف والتحول بيخلينا نسأل سؤال بسيط جدا بعيدا عن الحلال والحرام، شو اللي صار وليش هذا التغير المفاجئ؟ ورح نجاوب عليه بإجابة صادمة وبالدليل، ولكن عشان ما نكون ظالمين ويتهمنا البعض بأنه شانين هجمة على علماء السلطان وعلى المشايخ، رح نشوف مع بعض أنه في علماء بقيت محافظة على التزامها ورفضت بقوة هذا الانفتاح الغير مبرر. يوم الحب هو باعث على ترويج وتحسين وتعزيز هذه الفطرة، فطرة الحب في الناس. نعم. التي ينبع منها كل سلوك. جميل. فإن التهنئة بمثل هذا ينمي في المجتمعات يعني السلوك الحسن. كيف؟ يا شيخ أنا قاعد بمدح فيك ولن نقبل ولن نساوم، وبالأخير بتقول لي الاحتفال بالفالنتاين جائز؟ قلبك عامر بالإيمان. طيب ماشي، على كل حال هاي غلطة مطبعية وسامحونا عليها، لكن أكيد بعد في علماء ومشايخ بالسعودية صامدة ويجب أن يهزك ريح وقالت لولي الأمر كلا لن نقبل. محمد يسأل عن حكم قيادة المرأة للسيارة. قيادة السيارة قد تفتح لها باب شر ولا تنضبط أمورها، فالواجب المطلوب منا أن لا نقر هذا الأمر، لأن هذا أمر خطير يعرض الشرور إلى الشرور. هاي الناس العاقلة، الحرام بيبقى عندها حرام، ما بتغير ولا بتلون، ومش فارقة معاها سواء ولي الأمر أقر للمرأة أن تقود السيارة أو لا، الفتوى بتبقى نفسها، حرام حرام، ما في مجال. يا حبيبي، كيف؟ وحد الله، هيئة العلماء غيرت فتوى بعد أسبوعين؟ متأكد؟ بالنسبة لهذا الأمر الملكي الكريم الذي انصب في الحقيقة على تحقيق مصلحة البلاد والعباد. أيوة، قلت لي إسه بيّن معك بعد 20 سنة تحريم إنه القرار الملكي الكريم في مصلحة للعباد والبلاد. لك مش من أسبوعين كانت تفتح أبواب الشر وشرشبيل وشرحبيل وزنبيل. لا ما تقنعني، في شيء من وراء هذا التحول. تشهد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للمرة الأولى إقامة حفل للمغني المصري تامر حسني. ما حدا يفهم غلط يا جماعة، صحيح أول حفل وصحيح مختلط وأغاني وقصص، لكن هذا الحفل فيه طابع إسلامي، ما حدا انتبه. وعشان ما نكون ظالمين، هذا الحفل الغنائي الفاحش المارق الداعر جاء ضمن ضوابط شرعية ومكتوب على التذاكر ممنوع الرقص والتمايل. شو هذا الانفتاح الوسطي الجميل المعتدل؟ يعني إذا أحد الحضور حاول يبرم خصره شوي على جانب هيك بده يطلع جزدان، بسرعة بتسلخ مخالفة شرعية أو طرد خارج القاعة. اخرج يا عاصي، جاي تسمع أغاني أنت ولا جاي تتمايل وترقص؟ المفروض تسمع أغاني بس وتوقف بالحفلة زي الطابور الصباحي تبع المدرسة. بس على هاي الحالة وبما إنه فهمتونا الحفلة فيها طابع إسلامي ولازم يكون اللباس محتشم، المفروض تامر حسني يغني مثلا عينيا بتحبك في الله وقلبي بيحبك في الله وحضني بيضمك. استغفر الله، دايب اسمه ايه؟ افكونا يا مشايخ السلطان، دايب اسمه ايه بعيدا عن صوت النشاس؟ طبعا ما حدا يستغرب، ولي الامر بالسعودية اصدر تعليماته باعلاء كلمة هيئة الترفيه اللي تأسست من فترة وباخفاء وكتم صوت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك اذا الشيخ عادل الكلباني وهو إمام الحرم الأصبغ وحافظ القرآن جاي يسوق لخطة الانفتاح تبع محمد بن سلمان ويروج لهيئة الترفيه. وطبعا الفيديو اللي مرق كان عم بيشارك فيه هذا الشيخ من كام يوم بافتتاح لعبة الكوتشينة اللي هي زي الميسر، وكان قاعد عم بوزع ورق على اللعيبة. يعني على هذا الوضع يا شيخ، المفروض خطبة الجمعة الجاي تختار لك أحد هاي العناوين تخطب عنها: السكينة في لعبة الكوتشينة، لماذا أربع بنات في الكوتشينات، وظيفة الجوكر في حياة المسلم، اجعل قلبك مثل قص الكبة ولا تجعله مثل بستوني. وعلى هاي الخبرية أيضا اطلع لي فقرة ترفيهية يا ابني. لسه فاكر قلبي يدي لك امان. الله اكبر، عظمة على عظمة يا سيد.
ولهذا أحبتي في الله ما نلزم الناس بالعبايات، العباية عندنا ستر. شيخي شيخي، بعد 50 سنة فتاوي إسا ذكرت إنه العباية غير إلزامية؟ طب هو بال 2016 تم القبض على إحدى البنات كرمال خلعت العباية بأحد شوارع السعودية، إنه شو اللي تغير يا كبير؟ أنا شايف محمد بن سلمان إذا وفك لك بعد دينك شوي بتصير المرأة غير ملزمة بارتداء الملابس، ما دامت تلبس شورت فضفاض. عن جد شو فيه؟ ولك شو اللي صاير؟ صار عندي فضول أوصل لآخر الفيديو عشان أعرف شو السبب. هل يجوز للمرأة مشاهدة المباريات في شاشة التلفزيون؟ إيش مع المرأة من إيش مع من فائدة في مشاهدة المباريات؟ إيش معها؟ إيش معها؟ والله ما معها مصلحة. تشوف فخوذ اللاعبين وهمها فخوذ اللاعبين، ما همها لا فاز فلان ولا علام. أما تستحي؟ أما تستحي يا أخي؟ أما تخجلين من النظر إلى فخوذ اللاعبين؟ قبح الله وجهك. شو المباراة اليوم؟ والله الحمد لله تمام، كنت متوقع أن 1-0 للهلال. عفوا، نعتذر من السادة المشاهدين، المذيع غلط، المفروض يسألها كيف فخوذ اللاعبين اليوم؟ بعدين عامل حالك مهتم من ربح ومن خسر؟ تضحك علينا؟ أنت رايحة توصفني بفخوذ اللاعبين، أنا شايف عيونك ها، ما تنكري، كل همك تشوف الفخاد كيف مقسمة ومقطعة العضلات فيها. يا ملعونة فهملك أنا. لكن المفارقة بالموضوع بعيدا عن الحلال والحرام، إنه بعد هاي الفتوى بشهرين فقط صدرت تعليمات من كبيرهم الذي علمهم السحر بيسمح للمرأة إنها تحضر لعب فوتبول ومختلطة كمان وكذلك إنها تلعب فوتبول، ومع هيك لا طلع هو ولا غيره يحرم هذا الموضوع، على العكس كله قاعد بطبل وبزمل لولاة الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نبقى تحت عصا الحاكم. طاعة ولاة الأمور واجبة، وذلك أن الله تعالى أمر بها، لكن ديني يأمرني أن أطع ولي الأمر. والذي يراه الولي هو الصح، بل ورد في كتب بعض أهل العلم ولو رأى الولي أن يقتل ثلث الشعب من أجل يسلم الثلث الآخر لأذن له الشارع الإسلامي. يقتل ثلث الشعب؟ واحد الله كبير، يعني على الحالة السعودية عدد سكانها خلينا نقول مثلا 32 مليون تقسيم 3، يعني بيطلع محمد سلمان بيقدر يقتل 10 مليون ونص من الشعب السعودي وبإذن من الشارع الإسلامي لفالح وكريم أيضا. والله إنها عقيدة نقولها علنا وسرا. قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وطاعة ولاة الأمر واجبة لأمر الله، السمع والطاعة للحاكم ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا. وإن ضرب ظهره وأخذ ماله. تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إن ضرب ظهرك وأخذ مالك ولعن أبو اللي خلف حواجب أهلك، بدك تسمع له وتقول له يسلم. أما آية اللي بتقول يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما دخلنا فيها لما يوصل الموضوع لولاة الأمور، بتصير أنت بدك تتعاون معهم على العدوان حتى لو كان عليك، كيف؟ بعرفش. لكن السؤال الأهم حاليا بعد جميع ما ذكر، عن جد شو فيه؟ The outcomes of the President's summit in Riyadh was the creation of the center to counter extreme Muslim messaging with Saudi Arabia. This center now exists. It was inaugurated while we were there. أيوة يا عكاريت الصوت حط الصورة، طلع كل هذا التحول والانفتاح والحرام صار حلال والمحظور أصبح مباح، طلع كله بأمر من الإدارة الأمريكية. يعني بفهم منك لقدام رح نصير نسمع إنه الحديث الفلاني صححه البيت الأبيض بدل الترمذي ومسلم وقال ترامب هذا حديث حسن. Young imams are trained in the theological centers. And we are working with them today with the establishment of the new. يا غالي ليش بدك تدرب أئمة شباب معتدلين؟ ليش هالمصاريف الزايدة يعني والبعزقة؟ عطر وبخور وعبايات جديدة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. مالو الطعم الموجود من علماء السلطان؟ ما عجبك؟ ما احنا من شوي شفنا الفيديوهات تعونهم زي الفل. وبكلمة واحدة من ولي الأمر بالسعودية انقلب تحول تشقلب والفضل كله بيرجع إلكم. That they not just publish the new textbooks, we've asked that they retrieve the existing textbooks so we get those back. طب حلو ممتاز يا كبير، كلياتنا متشوقين نقرا هاي الكتب الجديدة وفق رؤية أبو إيفانكا ونشوف بنهاية كل صفحة مكتوب صححها ترامب. وكذلك كلياتنا منتظرين ترامب يخطب بالحجاج السنة الجاي ويعرض عليهم مقتطفات حول النظرة الأمريكية للإسلام الحديث. بس أنا مش هذا موضوعي وهذا كله ما بفيدني، أنا بدي شيء رسمي. يعني مثلا بعد ما عرفنا إن الإدارة الأمريكية هي صاحبة التحليل والتحريم بالفترة الماضية وإنه إلها الكلمة الفصل، معقول محمد بن سلمان والشل اللي حواليه ما لهم رأي بالموضوع؟ إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية. لا لا هيك كثير صار الموضوع علنا، بطلنا نحكي من تحت الطاولة. أيوة هيك بدي إياكم.
بس يا عمي هذا اماراتي، هذا اماراتي، ممكن واحد يطلع لك هسه يقول لك ايه هذا عم بيحكي باسم السعوديه واحنا ما دخلنا. انا بدي حدا سعودي مثلا ومسؤول. محمد بن سلمان بزبط، نحن فقط نعود الى ما كنا عليه، الاسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم. وبكل صراحه لن نضيع 30 سنه من حياتنا تعامل مع اي افكار متطرفه. سوف ندمرهم تدميرا. اليوم رح ندمرهم، ما في مجال. قرار الاداره الامريكيه صدر ولا رجعه فيه، وهي الافكار والفتاوى اللي كانت قبل 30 سنه ولن تعود. هو انا في نزع على ابو الفانكار يا زلمه الطمه، مش بس هيك رح اخليك تشوف علماء السلطان بالسعوديه بعد 3 سنين على هذا الشكل. بيبي او ولك شو اللي بيبي او فضحتنا الله يلعن ابو شكله، ولك شوحت العباية والدائن اللي لابسها. بختام بحب اقول لكل شيخ وعالم بيأتمر باوامر السلاطين الضالين الطاغين وبنسج فتاوي حسب طلبهم وبقلب الحرام حلال بيوم وليلة وبتلون زي الحرباية، بحب اقول لك مثل ما قال حازم عبد الهادي: نهرت صمتي وها انا ابوح بها، كلمة حق وما خفت كلامي، كفرت فتواكم وكل قصكم، وما قبلت عالم السلطة يصير امامي. ذاك الذي من القصور قد اتى وبات يفتي هذا حلال وهذا حرامي، يفتون للنساء كيف الجماع بها وفي المضاجع كيف تنامي، وعن طاعة الملوك ينسج خطبة ويغض ابصاره عن قدسي واوطاني، فالدين نسجه كيف الهوى، فيا حكام كيف تلامي شيوخ السلطة والمناصب، وشريفكم شيخ حرامي، فإن بقيتم على المنابر تخطبون فعليك أيها الدين سلامي. إن عجبكم الفيديو وحسيتوا كلامي فيه لو شوية إقناع تنسوش تعملوا شير. سلام عليكم.